مشاهدي ومتبعي قناه شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، وكنتمنى منكم كاملين انكم تبارطاجيو هذا اللايف، حيت صراحه هذه فضيحه ان جمعيات ديال الرمي بالنبال تم المنع ديالهم من الجمع العام العاجل الانتخابي. للاسف هاد الناس حتى هما يعني خاصهم يكونوا هنايا ويكونوا مع هاد في هذا الجمع العام، حتى كيتفاجئوا انهم تم المنع ديالهم ودخلوا بعض الجمعيات فقط ماشي الكل. علاش هاد الفرق هذا وعلاش التمييز هذا وعلاش ندخلوا اللي بغينا ونخليوا اللي بغينا؟ دونك كنتمنوا ان شاء الله ان النداء ديال هاد الناس يوصل. السلام عليكم السيدي. السلام عليكم. هادشي سيدي انت بعدا منين جاي باش نهضروا نطرقوا لهاد النقطه هادي، حيت انت ماشي في كارتو. انا مفوض يعني راه عناء السفر، انا مفوض من طرف الاقاليم الصحراويه بالداخله الانديه ديال الداخله ونادي بقلميم. تبتي عناء السفر باش تجي في لاصال هذا الجمع العام؟ اييه. علاش هادشي اش وقع؟ بدا نهار تشكل لجنه تصريف الامور، لانه بقوه القانون وهذه الرساله ديال مدير الرياضه، مدير الرياضه تيقول بان الجمعيات خصها تكون المعتمده والمنخرطه، الا انه لا علم لنا هبطات مديريه الرياضه بالثقل ديالها في واحد الجمع وعينات ممثل ديال الاداره موظف اللي لا حق له باش يكون في هذاك الجمعيه. النوادي تحتج على هادشي، ممثل ديال السلطه لا حق له معروفه. الناس ما قبلوش هادشي لمديريه الرياضه. ما كاين مشكل، مشينا قلنا لعل وعسى طلق لنا السنه الرياضيه مشات سنه بيضاء. عنو على الجمع العام الانتخابي. تم الاستدعاء ديالكم لهذا الجمع العام ولا لا؟ البلاغ كاين الى السيدات والساده رؤساء الجمعيات الرياضيه للرمايه بالنبال ومضي من اللجنه ديال تصريف الامور. ولكن بالنبال ماشي بعض الجمعيات. لا 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 لا، رؤساء الجمعيات الرياضيه للرمايه بالنبال، الساده السيدات والساده. هذه انفيتاسيون لكل شيء. لكل شيء مضيم كل شيء. الجمعيه ديال الرمي بالنبال، علاش اليوم دخلوا غير جمعيه الجمعيات وانتم تم الاستثناء ديالكم؟ مساله واضحه بحال النهار. كاينين 8 الجمعيات دخلوهم وحبسوا 25 جمعيه. كنسمع الناس كيقولوا ان احنا جمعياتنا قدم من هذوك الجمعيات اللي كاينين لداخل. اييه وماشي غير ذاك الشيء. راه قلت لك قسا وجمعيات راه عندهم الاعتماد ديالهم ومنخرطين وناشطين واقدم. شنو السبب في نظرك هذه الاقصاء؟ هذا الاقصاء هذا واد بغى يفوتوا الرئاسه بالعربيه لواحد الانسان اللي ما قابلينوش هذه الجمعيات. بغى يفوتوا ليه الرئاسه. وداك الشيء علاش دخلوا 8؟ وبالله عليكم يدخلوا 8 ويبقوا 25 على الباب. هذه راه سابقه. حيت هذا جمع العام العادي الانتخابي، يعني خاص يكونوا كاع الجمعيات نورمالمون حاضرين. والحمد لله انت بعدا راه عرفتيها، وما هادشي وراسلنا به مديريه الرياضه. راسلوها جميع الانديه. ولا حياه لمن تنادي. راه ما خلينا ما درنا. رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي ما خلينا ما درنا. ولكن حتى واحد ما بغى يسمع. ودابا كاع حتى دوك اللي يرسلوا اليوم هما محبسوهم. ومن غير داك الشيء نادوا صيفطوا الاستدعاءات للنوادي ديالهم. تصوري وبينتهم هاد النوادي اللي تحبسوا وما صيفطوش لا ليست ديال الانديه اللي غتشارك. على الا بغيت ندخل انا بغيت نترشح كرئيس خصني نعرف مع من. ما توصلنا بوالو. النداء ديالكم اليوم السيد شنو النداء ديالكم للجهات المسؤوله؟ حيت هاد الشيء صراحه انا وطالب وزير التعليم الاولي والرياضه باش يتدخل شخصيا، لان هذه راه مهزله في حق الرياضه. مع العلم ان المغاربه كلهم تيطلبوا بالنتائج، كلهم تيطلبوا بالنتائج، كي بغيتوا نديروا النتائج وحنا في هذه الحاله اللي تشوفوا فيها اليوم، اش من نتائج غادي يطلب الجمهور المغربي؟ فهذا الشيء اش غنقول لك؟ والله الا مهزله. مهزله. نتمنى ما نعطيوش التصريح تدخل بين التصريح وتوقف هذا الشيء. لا لا خلي حميد عندنا بعيد. زكريا. اجا زكريا. زكريا. هاكا عطيه الميكروفون ديالك. ديال الرمي بالنبال قال عليهم سبب المنع ديالهم في الجمع العام العادي الانتخابي. السلام عليكم اخويا، الاسم والصفه ديالك. زكريا زكي رئيس. نعاودو نرجع شويه. السلام عليكم. صلاحة الله. زكريا زكي رئيس جمعيه الانصار للتنميه الرياضيه.
جمعية منخرطة بالجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال منذ سنة 2015. كان تفاجئوا اليوم بواحد الجمع العام، تلقينا دعوة باش نحضروه. هذا الجمع العام هو جمع عام غير قانوني، لأنه كتنظموا واحد اللجنة غير قانونية ما عندهاش الوصل القانوني باش تشتغل، وكذلك التشكيلة ديالها غير قانوني. التشكيلة ديالها كما قال المدير الرياضي شخصيا في مراسلة أنها خصها تكون مكونة من الجمعيات المنخرطة بالجامعة، وهي مشكلة من بعض الجمعيات إضافة لموظف الوزارة، الشيء الذي يخالف القانون ويطعن في الميثاق الأولمبي اللي كيقول بأن الهيئات المنتخبة في الجامعات الرياضية خصها تكون من الجمعيات المنخرطة بالجامعات ماشي تابعة للسلطات الحكومية، وهذا خرق سافر يعني. وكنتفاجئوا منين جينا بغينا نحضروا لهذا الجمع العام باش نثبتوا الحالة وندخلوا ليه، كنتفاجئوا بأنهم كيمنعونا من الدخول. علاش تم الإقصاء ديالكم؟ هذه الجمعيات كاملة تم الإقصاء ديالهم؟ تم الإقصاء ديالهم فقط لأسباب انتخابية. البرا كاينة أزيد من 20 جمعية ما خلاوهاش تدخل، والداخل كاينين 8 الجمعيات فقط باش ينتخبوا على رئيس معين، وهذا الشيء للأسف بتواطؤ مع مديرية الرياضة اللي هي متدخلة في هذا الشيء وكتساهم في عرقلة العجلة الرماية عرقلة عمل الرياضة المغربية. هذا سنة بيضاء دازت، وبغاو يعودوا لنا سنة أخرى ما نلعبوش هذه الرياضة، وللأسف بإقصاء أزيد من 20 جمعية اللي كتمثل مختلف المدن المغربية. هنا كتلاحظوا معايا جمعية من الخميسات، تيفلت، الدار البيضاء، حتى الصحراء، حتى الأقاليم الجنوبية، أربعة الجمعيات قصوهم من الأقاليم الجنوبية كيمثلوا الداخلة وكيمثلوا قلميم. الجمعية الصحراوية اللي خصنا نديروا الدبلوماسية الموازية ونشجعوهم على الرياضة كنقصيهم ما كنخليهمش يحضروا. أكثر من هذا، هذه اللجنة غير قانونية باش دير هذا الجمع العام. فلذلك نطالب السلطات، سواء السلطات المحلية أو الوزارة، أنها تدخل باش توقف هذه المهزلة وترجع هذا الحق لهذ الإخوان، لأنهم تقصاو باش يتمتعوا من الحقوق ديالهم اللي كيفرضها النظام الأساسي ديال الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال. اللهم إن هذا منكر. كما كتشاهدوا معنا الجمعيات الرمي بالنبال اللي تم المنع ديالهم في الجمع العام العادي الانتخابي، هما معيطين لهم، كاين بالغ اللي كيقول ان خاص كاع الجمعيات المختصه انها تجي، ولكن للاسف كيف ما كتشاهدوا معنا تم المنع ديال ازيد من 20 تقريبا او 25 جمعيه اللي تم المنع ديالها. وكنشوفوا ان كيف يعقل ان جمع عام غيكون بثمانيه ديال الجمعيات فقط، في حين ان كاينين جمعيات اخرى اللي تكبدت على السفر والديبلاسمون وجات حتى لهنايا حتى لمدينه الدار البيضاء باش في الاخر يتسد عليها الباب بهذه الطريقه. دونك كنتمناو ان شاء الله ان النداء ديالهم يوصل للجهات المسؤوله. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا ها هي راه كاين الجامعه الملكيه المغربيه للرمايه بالنبال، يعني كيف ما كتشوفوا هذا جمع العام العادي الانتخابي، وللاسف انتم كيف ما كتشاهدوا معنا يعني، وحتى فتح باب الحوار ما كاينش صراحه. حشومه باش اننا نسدوا الباب في وجه جمعيات ونهضروا معاهم من مور الكرياج، راه حشومه بعدا. هذا الشيء راه ما تيدارش اصلا، و يعني التواصل ما كاينش صراحه. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، يعني هاد الناس كيف ما كتشاهدوا جاوا وتكبدوا عنا ديال السفر، وكل واحد منين جا، كاين اللي جا من الاقاليم الصحراويه، كاين اللي جا من تيفلت، كاين اللي جا من بزاف ديال المدن في ربوع المملكه، وكيتم المنع ديالهم بهذه الطريقه هذه. علاش غيكون جمع عام اللي ما غيكونوش كاع الجمعيات حاضره فيه؟ انتم كيف ما كتشاهدوا معنا يعني ما كاينش فتح باب الحوار نهائيا. يعني كيف ما قالنا سجد ان في التصريح ديالو 8 الجمعيات فقط اللي دخلوا. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، السيد كيقول لنا كاينين جمعيات اللي قدم من الجمعيات اللي كاينين لداخل، وعلاش تم المنع ديالها؟ وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا نهاية هذا البث، نلقاكم بث آخر، موضوع آخر، السلام عليكم ونهاركم مبارك.